between us. في انجاز دولي جديد يؤكد مكانة مملكة البحرين وسمعاتها المرموقة بين دول العالم وللعام الثاني على التوالي تبوأت البحرين المرتبة الاولى عربيا والثانية على مستوى دول الشرق الاوسط من حيث الاقل خطورة ازاء جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب وذلك وفق مؤشر بازل لمكافحة غسل الاموال واوضح سعادة الشيخ سلمان بن عيسى الخليفة نائب محافظ مصرف البحرين المركزي رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن البحرين أحرزت 4.5 نقطة وفق التقرير الذي يعتبر المؤشر الوحيد المستقل الذي تصدره منظمة غير ربحية وتصنف الدول وفقا لمخاطر غسل الأموال، مضيفا أن البحرين جاءت في المرتبة الثانية بعد دولة إسرائيل بين دول الشرق الأوسط في مجال مكافحة غسل الأموال. وثمن نائب محافظ مصرف البحرين المركزي الدعم والمسانده من قبل معالي وزير الداخليه رئيس لجنه مكافحه التطرف والارهاب وتمويله وغسل الاموال لدور مملكه البحرين وجهودها الوطنيه في مجال مكافحه جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وتجفيف منابعه، مشيدة بانعكاس هذا الدعم والرعايه على تعزيز موقع مملكه البحرين على الخريطه الدوليه في مجال مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. من جهتها أشارت سعادة الشيخة مي بنت محمد الخليفة مدير إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية، نائب رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أن إدارة التحريات المالية وفي إطار عملها ضمن منظومة وزارة الداخلية، تسعى إلى تعزيز دور مملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للرؤية الوطنية في هذا الشأن. ويعد مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال تصنيفاً سنوياً مستقلاً يعمل على تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم، حيث يصدر معهد بازل التقارير السنوية منذ عام 2012، وهو يطرح درجات المخاطر بناءً على بيانات يستقيها من 17 مصدراً متاحاً للجمهور، ومنها مجموعة العمل المالي فاتف، ومنظمة الشفافية الدولية، والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي. جدير بالذكر أن درجة المخاطر تغطي خمسة مجالات منها جودة أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والفساد والشفافية والمعايير المالية والمساءلة والمخاطر القانونية والسياسية